Bonjour à tous, قناة ألفا تي بي، ترحب بكم من جديد في فيديو جديد، طبعا في إطار تتمات شرح صفحات لو ليفر باركور نيفو تخوازيام اني سيكل سكوندير كوليجيال. دونك اليوم غنشوفو لا باج 66، يعني نشوفو الصفحة 66 67 إي لا باج 68 من لو ليفر باركور. دونك غادي نشوفو سيكونس 5 ريديجي دي لتر بور انفيتي دي بينيفيسيار، طبعا تحرير رسائل من اجل دعوه بينيفيسيار، يعني ناس غادي يحضروا دي ديبا، غادي يحضروا دي كونفرنس، غادي يحضروا دي سيمينار، ولا غادي يحضروا دي زيفينمون. طبعا دي بينيفيسيار هما سواء غادي يكونوا دي بيرسون لي ريانيمي، سواء دي بيرسون يعني اشخاص اللي غادي يحضروا فقط يعني كحضور، سواء دي زيكسبير ديال الميتيي، سواء مثلا بيرسونيل ادمنستراتيف باغ اكزومبل المدير او لا شي شخصيه من هذا القبيل هذا. دونك سيكونس 5 ريديجي دي لتر بور انفيتي دي بينيفيسيار، طبعا تحرير رسائل في اطار تحرير رسائل من اجل دعوه اشخاص يعني غادي يستافدوا دي بينيفيسيار او غادي يحضروا يعني هما غادي يفيدوا. اكتيفيتي ليكتور 1 identifier les caractéristiques des différents genres d'invitation. طبعا باش نكتبوا une invitation غادي اولا خصنا نعرفوا شنو هما لي différents genres d'invitation. Je lis, je comprends, je lis silencieusement les documents suivants. Document 1 طبعا هادي document الاولى. Club environnement du collège à Nord طبعا نادي البيئه ديال الاعدادية ديال نور 2000 طبعا la session 2017-2018 يعني السنة الدراسية 2017-2018 en partenariat avec l'association الحياة pour la protection de l'environnement، يعني بشراكة أو تعاون مع جمعية الحياة من أجل حماية البيئة. Le club environnement du collège à Nord، يعني نادي البيئة إعدادية Nord، est heureux de vous inviter، هو جد سعيد de vous inviter أن يدعوكم. طبعا هذا يعني هنا تعبير عن الدعوة عن طريق استعمال ديال هاد لو فيرب هذا انفيتي لو فوندردي 14 ديسمبر ا 14 طبعا لا دات او لا يعني كون لو فوندردي يعني يوم الجمعه 14 ديسمبر مع الساعه الثانيه زوالا ا اون كونفرنس ديبا يعني الى طبعا مؤتمر مناقشه او حوار انتيتولي معنون يعني العنوان ديال هاد الكونفرنس ديبا اللي غادي تقام نهار الجمعه فهاد لا دات هذا يعني العنوان ديالو سوف موا جو سوف يعني انقذني انقذك يعني اعتقني نعتقك. طبعا هذا سي ميساج يعني فور ديال لونفيرونمون. طبعا كيف تشوفوا هنا كاينه واحد لاربو يعني هنا دايرين هذه واحد ليماج ولا واحد لافيش، طبعا هنايا عندنا لاربو وفيها ديمو. هاد ليمو هادو طبعا ديمو سينيفيكاتيف يعني مثلا عندنا روسيكلي يعني اعاده التدوير ديزيرتيفيكاسيون يعني محاربة التصحر، ايوليان يعني الطاقة الريحية، سولير شمسية، انفيرونمون بيئة، روسيكلاج، ريشوفمون يعني انحباس الحراري، لا تيغ، الارض، لا بوليسيون، التلوث لي تخي يعني عملية الفلز، بلانيت اللي هي المجرة، لينيرجي الطاقة، الماء بوليي، لا فون يعني عالم الحيوانات او عالم يعني حيواني، فلور عالم بيئي، عالم طبيعي. طبعا هنايا لا فوري يعني الغابه، روسيكلي اوسي لي ديشي يعني البقايا والمتلاشيات. دونك كاين بزاف ديال الكلمات اللي هما سينيفيكاتيف، من هنا لا فورم الشكل ديالها سي يعني شكل واحد لاغبر، وطبعا الرمز ديال لاغبر ان الى زرعنا الاشجار طبعا كنحافظوا على الحياه. لماذا؟ لان الاشجار طبعا الى بصور يعني كيمتصوا سي او 2 يعني الغازات اللي هي ثاني اكسيد الكربون، وكيعطيونا طبعا الاكسجين اللي هو مصدر ديال الحياه ديال جميع الكائنات الحيه. طبعا هنا عندنا لو كونفرنسي، لو كونفرنسي يعني هو الشخص المحاضر، الاسم ديالو سعيد عالمي. يعني لا فونكسيون ديالو لا بغينا نقولوا سي ان كليماتولوج، كليماتولوج يعني عالم المناخ. كاين اوسي هاد ليماج هادي اللي كتعطينا هنايا اس او اس بلانيت، يعني اس او اس يعني بحال كنقولوا
جمعيات حماية المجرة أو للكرة الأرضية أو للطبيعة أو للبيئة. موقع عندنا هنايا واحد الإيميل الكونتاكت ديالو clubenvironnement@gmail.com، وعندنا كذلك ان سيت ديالهم اللي هو https://twitter.com/2017. طبعا هذه لاباج 66، الان غادي نشوفوا الصفحه 67. طبعا بعد ما شفنا صفحة 66 الان غادي نمروا صفحة 67. دونك توجور سيكونس 5 ريديجي دي ليتر بون ليتي دي بينيفيسيير. هنا عندنا دوكيمون 2 وعندنا اوسي دوكيمون 3. دوكيمون 2 عندنا هنايا واحد انفيتاسيون، طبعا عندنا هنايا واحد ليماج فيها نباتات خضراء يعني ديال الطبيعه، وعندنا هنايا لو كلوب انفيرونمون دي كوليج 11 جانفي يعني نادي بيئه ديال الاعداديه 11 يناير. A le plaisir de vous inviter à une exposition photo. يعني ليه الشرف أنه أن يقوم بدعوتكم إلى هذا المعرض، معرض صور. طبعا معرض صور عنده علاقة بالانفيرونمون. وقتاش؟ لو 15 ديسمبر يعني 2017، يوم 15 جانفي 2017. تيم يعني المضمون لو سوجي ديال هاد الانفيتاسيون، دونك سي لا ناتور إنو يعني الطبيعة ونحن أو نحن والطبيعة. لو ليو يعني المكان سي سال دي بروفيسور يعني قاعة الأساتذة اللي كتواجد في كوليج 11 يناير. طبعا بعد ما شفنا وقرينا الدوكيمون 2 نشوفو دوكيمون 3. طبعا دوكيمون 3 ديجا من لا فورم ديالها تيبان انها عبارة عن اون لتر. باردون، دونك عندنا هنايا كلوب اس او اس انفيرونمون ايتابليسمون الارز ديفران. طبعا هنا نادي اس او اس انفيرونمون مؤسسه الارز ديفران. هنا عندنا لو ليو يعني ايفران ايفران لو 22 سبتمبر 2017. هنا هي لا دات ان ا لاتونسيون دو مسيو لو مير دو لا فيل ديفران، يعني الى سيد مدير العمده ديال مدينة إفران. دونك سيد العمدة هو لو مير. لوبجي يعني لوبجي ديال هاد لا لتر هادي، دونك انفيتاسيون على بارتيسيباسيون على لوفيرتور دو لا جورني سور لوفيرونمون، يعني دعوة للمشاركة لافتتاح اليوم يوم البيئة. طبعا لا جورني سور لوفيرونمون هو يوم حول البيئة. طبعا لوبجي هو المضمون ديال هاد الرسالة هادي. علاش؟ لان في هاد لا بارتي هادي صفحه 66 67 68 غادي نشوفو لي جونغ ديال لي انفيتاسيون، يعني الانواع ديال لي انفيتاسيون. طبعا في دوكيمون 2 شفنا اون كارت دانفيتاسيون، دابا غادي نشوفو اون لتر. مسيو لو مير سيد العمده، vous attachez beaucoup d'importance à l'environnement comme en témoigne le nombre de projets écologiques et de développement durable que vous avez réalisé dans la région. طبعا انتم تعلون او تهتمون بشكل كبير بالبيئه، كما يشهد على ذلك العدد الكبير من المشاريع البيئيه ومشاريع التنميه المستدامه que vous avez réalisé dans la région اللي حققتها او لا قمت ب يعني الانشاء ديالها او صرت عليها في هذه المنطقه ديال إفران. Notre ville, Medina Diana, Ifran, yani Ifran, capitale écologique, Asima, yani Beya, du pays, yel Beled, Randi ou El Maghreb, par excellence, Bimtiyaz, brille par ses réalisations environnementales, yani Katbri, ou Katlma, ou Tosfa, ou Bash, Mhad, l'Injazat, El Beya. À tel point qu'il est classé parmi les villes vertes. لدرجة أنها تم يعني الترتيب ديالها من بين المدن الخضراء، كونت parmi les rares villes وتعتبرت من بين المدن النادرة لي موان بولي يعني الأقل ملوثة أو تلوثا دي ماروك ديال المغرب. اون بليس إضافة إلى هذا، اون يتروف يعني
نجد فيها أو يوجد فيها إن بيوديفرسيتي فونيست، يعني تنوع بيئي فونيست حيواني إفلوريستيك، يعني طبيعي أو لا بيقولوا بيئي رماركابل، يعني رماركابل يعني ذا قيمة، كي توجور إتي سورس، يعني كان دائما هذا التنوع يعني الحيواني والتنوع الطبيعي والتنوع البيئي كان مصدر دو ساتيسفاكسيون لوكال، ديال يعني ساتيسفاكسيون هو الرضا او محل المستوى المحلي، اي داتراكسيون توريستيك كان مصدر جذب سياحي ناسيونال اي مونديال، يعني على المستوى الوطني وعلى مستوى العالم. دوفون لورجونس، امام يعني لورجونس وهي يعني استعجاليه الامر، دي بروبليم ايكولوجيك، وجود مشاكل بيئية، اي لينيفيتابل مناس دو ريشوفمون كليماتيك، خاصة يعني التهديد ديال الماء او مخاطر ديال الريشوفمون كليماتيك اللي هو الانحباس الحراري. il nous semble qu'il faut d'abord agir là où nous sommes pour pouvoir préserver cette richesse naturelle. طبعا توجب علينا او بان لينا بانه خاصنا نتحركوا او خاصنا يعني نديروا دي زاكسيون pour pouvoir préserver باش نحافظوا على هذه الثروه الطبيعيه. طبعا الثروه الطبيعيه ديال مدينه افرا. لو كلوب انفيرونمون دو كوليج الارز اورغانيزرا، يعني نادي البيئه ديال اعداديه الارز اورغانيزرا، سينظم لو 23 ديسمبر prochain، يعني 23 جانفير المقبل، اون جورني ايكولوجيك، يوم بيئي، او بروغرام des ateliers de recyclage. طبعا برنامج يكونوا des ateliers de recyclage، يعني ورشات التدوير اعاده التدوير، de vernissage، une conférence débat، يعني conférence débat يعني مؤتمر او لا بنقولوا مناقشه او لا حوار او لا نقاش، une projection de film éducatif، وغيتم كذلك عرض افلام ثقافيه او افلام تربويه، etc. الى اخره. ces activités يعني هذه الانشطه هذه ont pour but de sensibiliser، الهدف ديالها توعيه، توعيه من توعيه لي جو شباب كي سون لي سيتويان دو دومان لي غادي يصبحوا ان شاء الله هما مواطنين ديال غدا ديال دومان، ainsi que les parents كذلك الاباء، à la préservation de la nature et des richesses locales، علاش المحافظه على الطبيعه ولا الثروات المحليه. Nous serions donc heureux de vous compter parmi nos invités de marque et vous, nous et vous invitons cordialement à venir rehausser de votre présence cet événement qui aura lieu à la grande salle des réunions de l'établissement. Nous allons être très heureux de vous rejoindre ou de vous rejoindre que vous êtes bien les médecins. Nous allons être très heureux de vous rejoindre et nous invitons cordialement يعني دو فونير اوسي، سيتادير الحضور ديالكم غادي يرفع من المعنويات ومن القيمه ديال هذا الحدث كي غاليو اللي غادي تقام ان شاء الله في القاعه الكبرى ديال الاجتماعات بالمؤسسه. لو ديبي دي فيستيفيتي سورا دوني ا 10، طبعا بدايه الاحتفاليات وهذا النشاط وهذا ليفينمون هذا ولي زاكتيفيتي غادي يكون مع الساعه 10 اي ا توت فايتول، يعني لكل قصد مفيد او للمنفعه. نوفو بريون دو تروفي جوين ا سات ليتر لو بروغرام دو لا جورني، يعني غادي نرفقوك بهاد لا ليتر هادي. ماذا لو بروغرام؟ يعني البرنامج ديال لا جورني كامل. كونتون سور فوتر بريزونس، نعتمد على الحضور ديالكم. نوفو بريون داغريي، كنطلبوا منكم او Monsieur le maire, c'est l'humble expression de nos respectueuses salutations. كنتمنى لكم يعني تحيات او لا نبلغكم تحياتنا الحاره. PSG c'est-à-dire une pièce jointe programme de la journée برنامج، دونك هنا لا سيغناتور اي كلوب انفيرونمون دي كوليج الارز، يعني نادي البيئه ديال اعداديه الارز. طبعا بعد ما شفنا دوكيمون 1 دوكيمون 2 ودابا دوكيمون 3 غادي نشوفوا لي كيسيون، نحاولوا نجاوبوا على هاد لي كيسيون هادو، نفهموهم طبعا ونجاوبوا عليهم.
دونك الان ندوزو للصفحه 68. طبعا بعد ما شفنا الصفحه 66 67 دابا غادي نشوفو الصفحه 68 اي 69. وان توجور فيرب 55 ريديجي دي لتر بور انفيتي دي بينيفيسيار. دونك السؤال الاول جو تروف لو جون دو شاك دوكيمون اون ريليون لي زيليمون دو لا كولون ا ا سو دو لا كولون بي. طبعا عندي هنايا واحد لو طابلو طلبوا مني انني نربط ما بين لي زيليمون ديال لا كولون ا مع لي زيليمون دو لا كولون بي. لا كولون ا فيها ا بي سي دونك فيها دوكيمون 1 دوكيمون 2 دوكيمون 3 ولا كولون بي فيها لي جون يعني الانواع ديال هاد لي انفيتاسيون يعني كيفاش ممكن انني نكتب انفيتاسيون شنو هما الطرق ولا شنو هما الاجناس ولا شنو هما الانواع ديال لي دوكيمون اللي نقدر ندير باش نحصل على انفيتاسيون. طبعا الدوكيمون الاولى عباره عن ان افيش سي تادير انني نقدر نكتب اون انفيتاسيون يعني انطلاقا من ان افيش او نستعمل ان افيش باش نحصل على انفيتاسيون. بالنسبه للدوكيمون 2 سي اون كارت دانفيتاسيون ممكن كذلك انني يعني نعتمد على ان كارت دانفيتاسيون يعني بطاقه دعوه. طبعا ان افيش كتعني ملصق كارت دانفيتاسيون كتعني بطاقه دعوه. دوكيمون 3 سي اون ليتر كونفونسيونيل يعني رساله رسميه معتمده. طبعا ممكن نستعمل دونك ك جونغ ديال دانفيتاسيون سواء ان افيش سواء ان كارت دانفيتاسيون سواء ان ليتر كونفونسيونيل كوم انني نزيد نستعمل مثلا دي زيمايل نقدر نستعمل يعني دوطخ جون باش نحصل على انفيتاسيون. سؤال 2 جو سولين لو دوكيمون ادريسي ا تيتر بيرسونيل او ديستيناتير. طبعا شنو هي دوكيمون من بين دوكيمون الاولى الثانيه الثالثه اللي ترسلات بشكل بيرسونيل. ملي كنقولوا بشكل بيرسونيل الى ديستيناتير ديستيناتير هو المرسل اليه. طبعا بالنسبه لانافيش انافيش هي ملصق ملي تنعلقوا انافيش اللي كيكون يعني عباره عن دعوه انا ذاك كنكونوا كنوجهوا الدعوه الى الجميع يعني البيبليك مثلا التلاميذ او الناس الزوار العاديين او الاباء او يعني مجموعه بدون استثناء. ملي كنستعملوا دوكيمون 1 مثلا ان كارت دانفيتاسيون ممكن ندعو يعني مجموعه ديال الناس نستعملوا ان كارت دانفيتاسيون ونوزعوا هاد لي كارت هادو. باغ كونطخ ملي كنستعملوا ان ليتر كونفونسيونيل يعني رساله طبعا كنكونوا ضروري خصنا نكتبوا البيرسونيل اللي غادي نصيفطوا ليه اللي كيتعتبر لو ديستيناتير او المرسل اليه بالعربيه. طبعا دوكيمون 3 هي اللي كانت يعني كدوكيمون مرسوله الى يعني شخص بالاسم ديالو او لا بالهيئه ديالو لان لو مير سي لو مير يعني العمده يعني ما كنذكروش الاسم ديالو مي كنذكروا لا فونكسيون ديالو او لا كنذكروا لو ستاتي سوسيال ديالو. كيسيون 3 جو كومبليت لو طابلو سويفون اون يوتيليزون دي فراز كومبليت. طبعا نستعمل نعمر هاد لو طابلو هذا. طبعا عطيني هنايا ليفينمون اورغانيزي يعني الحدث المنظم عطيني دوكيمون 1 دوكيمون 2 دوكيمون 3 عطيني هنايا لا دات لو ليو لو سوجي لو نون دو لانترفونون. طبعا ليفينمون اورغانيزي بالنسبه للدوكيمون الاولى سي كونفيرونس ديبا دوكيمون الثانيه سي اكسبوزيسيون فوتو دوكيمون الثالثه جورني سور لانفيرونمون. طبعا الاول كونفيرونس يعني مؤتمر نقاش حوار دوكيمون الثانيه اكسبوزيسيون معرض للصور ثالثا يوم العالمي او يوم حول البيئه. لا دات التاريخ طبعا ان حنايا لي دات هاد لي انفورماسيون كلهم يعني جبناهم من دوكيمون 1 و 2 و 3. لو ليو طبعا الدوكيمون الاولى كوليج نور الثانيه سال دي بروف و دوكيمون 3 سي لا غروند سال دي ريونيون ديال كوليج الارت. بالنسبه لو سوجي طبعا لو سوجي يعني المضمون الموضوع لو تيم اللي غادي يعني المضمون ديال هذاك لاكتيفيتي ولا هذاك ليفينمون. بالنسبه للدوكيمون الاولى سوف مو اش تو سوف يعني اعتقني او لنقدني انقدك. دوكيمون الثانيه لا ناتورينو طبيعه ونحن. الدوكيمون الثالثه سي لو ريشوفمون كليماتيك. بالنسبه لو نون ديال دو لانترفونون يعني الشخص اللي غادي يدخل ليفينمون الاول اللي هو عباره عن كونفرنس ديبا و سي سي سعيد العالمي. دوكيمون 2 طبعا لان ما يعني ما عندناش معلومات على الشخص لان الامر غادي يكون اكسبوزيسيون فوتو معرض دونك لا داعي لذكر لانترفونون. بالنسبه لدوكيمون 3 طبعا مسيو لو مير يعني السيد العمده اللي غادي يشرف حضور ديالو هذاك الحدث اللي غادي يتنظم حول جورني سيو لونفيرونمون.
بالنسبه لا كيسيون 4 جو بريسيز ا كي رونفوا لو برونو بيرسونيل فو دون لي توا دوكيمون. طبعا عندنا دوكيمون 1 2 3 يعني عن طريق اللغه او لا بغينا نقولوا طبعا استعملنا لو برونو بيرسونيل فو. شنو تنقصدوا به؟ يعني في كل دوكيمون طبعا في الدوكيمون الاولى كنقصدوا به لي زليف، الدوكيمون الثانيه لي زليف اوسي، والدوكيمون الثالثه سي مسيو لو مير. طبعا هنا عندنا جو روتيان، دونك جو روتيان يعني انطلاقا من هذا الشيء اللي قريت وانطلاقا من هذه المعلومات ومن هذه يعني الاسئله والاجابه عن هذه الاسئله، شنو الاشياء اللي خصني نحفظها او اللي خصني نفهمها او اللي خصني نستفد منها. دونك هنا اولا دونك ان دوكيمون دانفيتاسيون يعني وثيقه عباره عن دعوه، ممكن انها تكون عباره عن افيش ملصق une carte بطاقه ولا ان لتر اللي هي رساله ايتترا، يعني يقدر يكون ايميل، يقدر يكون اس ام اس، يقدر يكون بزاف ديال يعني دوت جون. من هنا كيخصني نعرف شنو هي شنو هي افيش، شنو هي كارت، وشنو هي ان لتر. دو اوبليغاتوارمون كومبورتي دي انفورماسيون سيغ، يعني هاد لافيش ولا لا كارت ولا لا لتر خصهم يكون فيهم معلومات حول طبعا لا بيرسون او لورغانيزم اورغانيزي، يعني شكون اللي غادي ينظم لو جونغ دو ليفينمون، يعني النوع ديال هاد الحدث، الانشطه اللي غادي تكون فيه، التاريخ ديالو، الساعه، ومعاش غادي يبدا هاد الانشطه، المكان فين غادي يكون هاد الحدث. اون بو ايغالمون يانسيغي ليتيليتي دو لاكتيفيتي، يعني الفائده من هاد النشاط. إل فو ايغالمون بريفوار ديفيرون فيرسيون، يعني خاصنا دائما يعني ممكن ان نفس الحدث نديرو دي دوكيمون اللي هما عباره عن دي زافيش و دي كارت و دي لتر. طبعا لي زافيش لي لتر لي لتر بيرسونيل لي كارت دانفيتاسيون دي ايميل دي اس ام اس و سي دي ميساج ابارتاجي سور لي ريزو سوسيو ادابتي اوبليغاتوارمون او نورم دو بوليتيس. طبعا كنقولو ادابتي او نورم بوليتيس سيتادير يعني لا كونفونسيون ديال الكتابه ديال الرسائل، يعني وقتاش نستعمل تي وقتاش نستعمل بو، لان تي كتعني انت سي وفو كتعني انتم انتم. اي او بوبليك سيبل طبعا لمن لا الناس اللي انا غادي نسيبلي، الناس اللي انا غادي نستهدف في هذا الحدث هذا انطلاقا من هاد لي زافيش ولا هاد الكارت ولا انطلاقا يعني عن طريق استعمال لا لتر. طبعا بعد ما فهمت جو روتيان يعني حول ماذا كيتمحور هذا الدرس هذا ولا هاد الصفحه 66 67 68 اي الصفحه ان شاء الله 69، دونك نكمل لي كيسيون ديالي، نكمل لي بارتي ديالي. دونك جو مونطرين جو مونطرين سا فيدير كو بعد ما قريت لي دوكيمون جاوبت على الاسئله ديال لا كومبريونسيون، فهمت يعني زدت عرفت معلومات وقريت كذلك جو روتيان يعني كتلخيص كاختصار. دابا غادي نطبق هاد الاشياء اللي فهمت. دونك جو مونطرين جو ريليف دون لو دوكيمون 1 لي انديس كي مونطر كي ساجي ديفينمون ايكولوجيك. طبعا الدوكيمون اللي هي عباره عن افيش ملصق نجبد المعلومات اللي كتبين بان هذا الحدث اللي غيتكلم عليه هو حدث ايكولوجي. طبعا اولا كاينه كلمه كلوب اونفيرونمون اللي كتعني نادي البيئه، ليماج ديال لابور الصوره ديال الاشجار، لي تيرم كلمات اللي تستعملوا لا تير لا ناتور لا بلانيت، هادو كلمات كاملين. ب لادريس ميل دي زورغانيزاتور، طبعا لادريس ميل ديال لي زورغانيزاتور هي كلوب اونفيرونمون @ جيميل. طبعا هاد المعلومات كلها كاينه في لافيش اللي هي دوكيمون 1. سي ان كونت سور ان ريزو سوسيال اللي هو twitter.com/2017. اي دو جو روبير دون لو دوكيمون 2 لاتيتولي دو لاكتيفيتي، طبعا نشوف دوكيمون 2 شنو هو باردون العنوان ديال هاد لاكتيفيتي. طبعا اللي هي طبعا دوكيمون 2 اللي هي كارت دانفيتاسيون كتعني بطاقه استعواء. طبعا لاكتيفيتي هي اكسبوزيسيون فوتو يعني معرض صور سو لو تيم ديال لا ناتور، يعني المضمون ديالو او هو نحن والطبيعه. طبعا بعد ما شفنا قرينا لي دوكيمون 1 2 3 شرحناهم، شفنا دي كيسيون ديال لا كومبريونسيون جاوبنا عليهم، شفنا جو روتيان، شفنا كذلك جو مونطري. دابا غادي ندوزو الصفحه 69 باش نكملو. طبعا نكملو الصفحه 69. طبعا عندنا هنايا 3
je repère les verbes employés dans chaque document. طبعا عندي هنايا ان تابلو فيه لو باسي لو بريزون اي لو فيتور، يعني غادي نستخرج طلبوا مني نستخرج الافعال اللي كاينه في هاد لي دوكيمون. طبعا الافعال اللي كتعبر على الماضي، اللي كتعبر على الحاضر، واللي كتعبر على المستقبل اللي هو الفيتور. طبعا عندنا هنايا افي رياليزي، عندنا اي كلاسي، وعندنا اي تي. دونك هادو هذا فيرب افوار، عفوا لو فيرب اتر le passé composé, le verbe classé pour passé composé et le verbe réalisé le plus que parfait. طبعا les verbes ça peut être le présent يعني الحاضر. انا être sauvé, sauve-moi يعني le verbe sauver, se sauver page ça va être l'impératif présent. Attaché, brille, somme, semble, faut, à, طبعا à avoir, faut c'est verbe faire, sembler, être, briller, attaché. وعندنا دي فيرب صرفين في لو فيتور يعني المستقبل. دونك اورغانيزرا ستنظم اورا سورا دوني يعني لو فيتور انتيريور فيتور سامبل فيتور سامبل. ب جانديك لا فالور دو شاك تون. طبعا لا فالور دو شاك تون يعني ديال لي تون باسي بريزون اي فيتور. طبعا لو باسي هو اننا ملي كنتكلموا على شي حاجه طبعا قمنا بها وعاد قلناها من بعد يعني عاد قلناها عاد عبرنا عليها. طبعا انا داك نكونو كنتكلمو على لو باسي. دونك لا فالور ديال لو باسي هو دونك il exprime une action réalisée يعني كيعبر على واحد الحدث اللي تقامت يعني تم الانجاز ديالها اي اشوفي تم الانتهاء منها بارابور او بريزون بالنسبه للحظه ديال الحاضر اللي كنتكلمو عليها. داكور باغ اكزومبل هنا الا بغيت نقول مثلا هاد اللحظه هادي انا جو سوي لو بريزون، بغيت نقول البارح راني مثلا قمت بالواجبات ديالي او قمت بالتمارين ديالي، معناه في هذه اللحظه هذه اللي هي الحاضر يعني الانجاز ديال التمارين ديالي يعني قد تم وقد انتهيت منه يعني في وقت البارحه. طبعا هذا كمثال بسيط باش نفهموا لو باسي ولا غولاسيون ديالو الرابور ديالو مع لو بريزون ولو بريزون كذلك مع لو فيتور. دونك لا فالور ديالو زي لو باسي exprimer une action réalisée qui a parlé à un حدث تقام تم الانجاز ديالو اي اشوفي وانتهى بارابور او بريزون بالنسبه للحاضر الحدث اللي كنتكلموا فيه. هذاك الشيء علاش هنا انا حاولت نسينيفي بهذا فير دير. طبعا قمت ب يعني ذلك الحدث وعاد قلته من بعد دونك هنا كنعبر على ذاك على الباس. لو بريزون طبعا هنايا عندي اللحظه اللي كان يعني كنفعل فيها هي اللحظه اللي كنقول فيها. دونك هنا اكسبريم لا فالور ديالو اكسبريم ان اكسيون اون تران دو سو ديرولي كيعبر على واحد الحدث اللي هو يعني اون تران دو سو ديرولي يعني كيوقع الان او ميمو كو اون بارل في اللحظه اللي كنتكلموا فيها. بحال مثلا انا الان اشرح يعني هاد لو طابلو هذا او احاول نساعدكم على الاجابه على هاد لو طابلو هذا. طبعا فعلا انا كنحاول نجاوب وانا فعلا كنقول هاد الكلام هذا. دونك هنا ثالثا لو فيتور. طبعا لو فيتور يعني العكس ديال لو باسي سي كو انني كنقول عاد من بعد يعني اقوم بالفعل. طبعا دير هي الاولى عاد فعل. دونك فيتور دونك اكسبريم ان اكسيون ا رياليزي. ا رياليزي يعني ساحققه دون لافونير فاش في المستقبل مانيتا كسو جو. دونك جو مو بروجيت مانيتا سو بروجيتي يعني كندير استقامات. مثلا انا الان في 2023 غادي نقول شي حاجه اللي غادي مثلا غادي نقوم بها في 2024 او لا مثلا هاد لو بلوموا يعني اللي جاي ما الى ذلك بلوموا بروش. دونك هنا كيتسمى دونك لا فالور ديال اش ديال لو فيتور. كاتريام كيسيون دونك كيل سون لي ريزون كي فون ديفرون لا كابيتال ايكولوجيك دو ماروك. شنو هي يعني لي ريزون؟ لي ريزون سي تادير لي بريتكست سي تادير نقدروا نقولوا ماشي لي كوز مي يعني لي ريزون سون لي زارغيمون سو سون لي لان الفرق ما بين دونك لي ريزون هما دوافع mais d'avoir ijabia. Par contre les causes يعني اسباب هي دوافع سلبيه. Donc quelles sont les raisons qui font défront يعني شنو هي الدوافع الايجابيه اللي خلات او المميزات الايجابيه اللي خلات افران العاصمه البيئيه ديال المغرب. اولا les réalisations environnementales يعني داك التحقيق ديال دوك لي بروجي هذاك المدينه. Parmi les villes vertes, que tu as tabern bil bold les modon يعني الخضراء moins pollué du Maroc, أقل تلوث في المغرب. تنوع la biodiversité faunistique et floristique
يعني التنوع الحيواني والتنوع يعني الطبيعي او النباتي سورس دو ساتيسفاكسيون، يعني هي مصدر ديالاش ديال الرضا او لا المحلي وكذلك العالمي، وزيارة ديال لي توريست وهاد الشواهد او لهاد التقديرات هادو او لهاد الحكم هذا، كل هاد الاشياء هادي عطات ان افراد تعتبر هي لا كابيتال ايكولوجي. طبعا هادشي كيتجلى في التسيير ديال السلطات اللي كتسير هاد المدينه هادي اللي كتسهر على هاد الامور هادي كامل. دونك بعد ما شفنا كملنا لا بارتي ديال جو مونترين، غنشوفوا لا بارتي ديال جو ريابيستي وندوزو لاخر فقره اللي هي جو ميبال. طبعا تنقولوا جو ريانفيستي سي كو انني كنحاول يعني نستعمل الاشياء اللي تعلمتها من الفقرتين السابقتين. دونك جو غوليف دون لو دوكيمون 3 لي سبيسيفيتي دو لا ريجون. دونك لي سبيسيفيتي يعني المميزات، الاشياء اللي كتميز بها المنطقه، المنطقه ديالاش ديال افران تلقى من دوكيمون 3. اولا انها هي كابيتال ايكولوجيك، يعني عاصمه بيئيه كلاسي باغمي ليفيل فيرت اي موان بوليي دو مار، وكتجذب كذلك السياح يعني المستوى الوطني ومستوى العالمي. ب لي جون دو بروجي رياليزي دون لا ريجون، يعني شنو هما الانواع ديال المشاريع اللي تم الانجاز ديالها في المنطقه. طبعا لي بروجي ايكولوجيك يعني مشاريع بيئيه ديال ومشاريع ديال التنميه المستدامه. طبعا تنقولوا لو ديفلوبمون دورابل هو ان الاستغلال بطريقه عقلانيه لياش طبعا ديالاش لي ريسورس، بحيث ان نسمحوا لهاد الاجيال اللي كاينه الان تعيش بسلام وكذلك الاجيال القادمه. طبعا باش ما يتمش هنا الكاسبياج ديالاش ديال لي ريسورس. وطبعا تنقولوا لي ريسورس كنقصدوا بالدرجه الاولى لي ريسورس ناتوريل اي دوتر ريسورس، مي لي ريسورس ناتوريل هما اللي اساسيين بالنسبه للبيئه. دونك دو جو ميكسبريم سور لو رول دي اكتيفيتي سكولير دون لو ديفلوبمون بيرسونيل دي زيليف. طبعا انطلاقا من هذا الدرس هذا او هذه الصفحه هذه 66 67 68 هذا لاباج هذه اللي هي 69، غادي نعبر ونقول شنو هو الدور ديال الانشطه المدرسيه على التنميه البشريه ديال الشخصيه ديال التلاميذ. طبعا هذا كاقتراح. دونك لو رول دي اكتيفيتي سكولير دون لو ديفلوبمون بيرسونيل دي زيليف انتريسون، يعني الدور ديال الانشطه المدرسيه على التطور او التنميه البشريه ديال هاد التلاميذ، يعني هو شيء مهم. اولا لو بيرميتر دي كونسيون دي بروبليم انفيرومونطو، طبعا ملي كنديروا انشطه كتعلق بالتنميه او كتعلق بالبيئه، طبعا هاد الاشياء كتسمح لهاد التلاميذ انهم يكونوا واعيين بالمشاكل البيئيه. ثانيا انهم كيديفلوبي ولا كاباسيتي دو ديسكوسيون، يعني كتطور عندهم ديك الملكوت ديال النقاش ديال إغناء يعني طبعا الحوارات او لا لي كونفيرونس او لا انهم يضيفوا افكار او انهم يكونوا يعني يعطيونا افكار اللي بغينا نقولوا انوفونت، يعني فيها ابتكار فيها مساعده للبيئه فيها الحفاظ على الثروات الطبيعيه. لماذا؟ لانهم ان شاء الله هاد لي زليف غادي يكونوا هما لي سيتويان دو دوما. اي اونفا يعني اخيرا او حجه ثالثه او لا فكره ثالثه سي لو بيرميتر دو فوار ريالمون دي اكسبيريونس. طبعا كيحتكوا مع مثلا اللي كيكونوا دي زيكسبير ولا كيكونوا مثلا دي زيكسبير ميتي ولا كيكونوا دي بيرسون اللي عندهم بحال مثلا دي كليماتولوج ولا دي، كيفتح لهم ديجا افاق وكيشوفوا اشياء اللي هي ملموسه بوغ لوغ فاسيليتي او لا ملي كيداروا دي زاكتيفيتي اللي هما دي زاكتيفيتي اللي كيكونوا غيال، كيسمح لهم انهم ويسهل عليهم كذلك لا تاش دو جيري دي بروجي وانهم دو كلاس سور لو تيم دو لونفيرونمون، يساعدهم كذلك انهم يجيهم سهل انهم يخدموا بطريقه ديال لي بروجي منيتا يعني مشاريع مشروع القسم مشروع حول البيئه مشروع حول الغوسيكلاج مشروع حول يعني المدينه نظيفه ما الى ذلك، يعني يقترحوا ويكونوا اكتيف وياجي يعني يدخلوا في يتانتيغراو في يعني كنت نقولوا لو تيسي سوسيال او لا المجتمع، لان هذه الاشياء كتهمهم وكتهم الاجيال كامله طبعا وباعتبارهم فرد يعني من افراد هذا البلد هذا اللي هو المغرب. دونك ابري افوا طبعا جو مي فاليو بعد ما شفت لي انواع ديال لي دوكيمون شفت الانواع ديال طبعا لي دوكيمون قريت وحده وحده وشرحتهم وشفت لي كيسيون وفهمت مزيان. دونك جو مي فاليو يعني ابري افوا ايتيدي دي تيكست جو بو فيريفي سي. طبعا في الاخير ممكن انني
ندير واحد ليفالياسيون ونقول واش انا جو سي ايدنتيفي ديفيرون جون دو دوكيمون دافيتاسيون، واش تعلمت ولا عرفت شنو هما انواع ديال الوثائق ديال الانفيتاسيون، واش جو سي ايدنتيفي لي كومبوزونت دو شاك جون دافيتاسيون، واش عرفت يعني المكونات ديال كل نوع من هاد الوثائق اللي ديال الانفيتاسيون، واش جو سي روبيري لي انترلوكيتور، عرفت يعني مع من انني نهضر او مع من غادي نكتب او الاشخاص اللي غادي نتحاور معهم او غادي نتواصل معهم دونك لي انترلوكيتور، و جو سي روبيري لي دوني ايكولوجيك دون ان دوكيمون، نعرف المعلومات اللي كتعلق بالبيئه حول يعني كتواجد بواحد الوثيقه، و جو سي روبيري لي انديكاسيون طوبوريل يعني الاشارات ديال يعني المعلومات ديال الزمان ديال المكان ديال التوقيت، وكذلك اخيرا جو سي روبيري دي انديكاسيون سباسيال يعني المكان المكان يعني مثلا فين غيتقام هذا الحدث، فين غيتقام هذا لارينيون، فين غيتقام هذا الكونفرنس، فين غتقام هذا لو ديبا ما الى ذلك. طبعا هاد الاشياء كامله طبعا هاد جو ميفاليو هي اللي غادي تعطيني المعلومات الاساسيه اللي ممكن في المستقبل الاسئله اللي غادي تعطوني في امتحانات او لا حول هاد الموضوع هذا او لا حول هاد لي باج هادو لا باج 66 67 68 69 دونك هاد الطابلو هذا كيعطيني المعلومات اللي خصني نعرفها في الاخر. نتمنى هاد لا فيديو يساعدكم، ميرسي يا تري بيانتو في فيديو قادم ان شاء الله.